كنت بجمع البطاطس والطماطم من الغيط. شوفيها بطينها ايه؟ وبتجمع فطار نص يوم؟ أصلاً يا يما انت لما... ايه؟ اللي صابك يا بنت الكبير؟ ما احنا شفنا كل حاجة. قطع لسان اللي جبت سيرتي. اياكي تنكري، انا شفتك بعيني مع همام وسمعت حديثكم جوداني وكل الناس دول شافوك. ما صدق يا هشام، ده كان بيسألني عن اخوي ملاح. والله يا بنت كدابة فظ وشك. شوفوا البجاحة يا ولاد. بجاحة في عينك يا بهيم. يا فجرة بجاحة في عينك يا فجرة. انا بنت حسن الكبير واخت ملاح، محدش يقدر يمسك يلمس بعيني يا فجرة. يلا يا بنت دي تاني على البيت. يلا لما ياجي ابوكي وعمك هم اللي هيتكلموا معاكي. حاجة عشقا يا ناس عشقا، كلكم شفتوا صح؟ ايوه شفتوا، كلكم شفتوا الخاطية. يا فجرة يا فجرة. نورهان انت نايمة؟ اسف باين انك اتكلمت في وقت مش مناسب. ابدا، حبيت بس ابص على اسمك على الموبايل شوي. ليه؟ حبيت استمتع بانك بتطلبني وبعدين انا اطلبك. وايه الفرق؟ ما هو برج العذراء كده، يحب دايما المبادرة تبقى في ايده، ما يحبش الاحداث توديه وتجيبه. انا مش عارف ليه مستحمل منك الكلام ده، اصل مش متعود ان مرة قصدي ست يعني اسمع منها كلام زيك ده. الحمد لله على السلامة يا باشمهندس، السفرية طولت قوي. الله يسلمك. وهانو وانا ممكن اقول لك على حاجة؟ اتكلم يا باشمهندس. وحشتيني نورهان. نورهان أنسة، نورهان انت معايا؟ مش هسيبك. الخط انقطع. الو، يظهر ان في مشاكل في الخط يا باشمهندس. حضرتك كنت بتقول ايه؟ ما بقولش حاجة. المهم السفرية كانت كويسة والشغل ماشي كويس؟ الحمد لله كله تمام. وانا ممكن اقابل ابوك؟ طبعا، ما هو موجود في البنك كل يوم. لا في البيت. خير، قصدي يتشرف في اي وقت، بس اديني فرصة اسأله وبعدين ارد على حضرتك. ماشي، بس ما تطوليش عليا. لا على طول. مبسوطة قوي لمكالمة حضرتك وعلى فكرة أنا عديت على حضرتك في المزرعة، كان في شوية مشاكل كده في الحسابات يعني مفهوم مفهوم. تصبح على خير. مع السلامة. نفسي خوف منك، لكن عليا شغل وراح الراس. يا رب يا رب، انا حبيت همام وهو حبني ورادني في الحلال، هم اللي حرمونا وعكدوا الجواز على شرعك وحلالك. يا رب يا رب، انا ضعيف ضعيفة، أنا مش طمعنا غير في عدلك وحبيبك. يا رب يا كريم يا رب. بتنوحي على ايه؟ ما خلاص يا بنت بطني، البينة بانت والعار اتحط على راس ابوكي، وهنتعايروا بيك العمر كله. حرام عليكم يما، والله العظيم شريفة، والله العظيم شريفة. ما تبقيش انت والزمن عليا. وفين الشرف يا بنت في اللي انت عملتيه؟ وانت برمقتي شرفنا في حضن ابن البنداري. والله العظيم حرام، ده ظلم يما، ظلم. حرمت عليك عشتك.
خلاص خليكي مرمية هنيه، ولو كان ليك عمر وطلع عليك النهار مش هتلاقي غير ليل القبر اللي ملوش آخر، وادعي ربنا إنه ما يطلع عليك النهار. ليه يما؟ ايه يما كده؟ أنا مش بنتكم؟ مش حرام عليك أنت تعيشينا طول العمر مذلولين وتخلى أبوكي كبير النجع يطاطي راسها؟ منك لله يا بعيدة، ملعون البطن اللي شالتك. يا رب يا رب يا رب. مجنون انت ولا عقلك راح؟ كيف تقول على روحك انك انت اللي قابلتها في الطريق وقفت تتحدث معاها؟ ما هي دي الحقيقة يا بوي، نسمة ملهاش ذنب، وانا لو ما اعترفتش على روحي هيقتلوها. يا ولد اخوي، ما انت لو اعترفت على روحك هيقتلوك انت. بقولكم ايه، تعالوا تحدثوا جوا عشان نسور ما يسمعوناش. هيشيلوك العيب يا ولدي ويقول عليك قليل الحياة، وحتوقع العيلتين ببعضيهم. يا ابوي انا اهون علي القتل ولا ان اوسخ ثوبها نظيف واقول انها جاتني برجليها؟ ما دام هي دي الحقيقه ما تقولهاش ليه ونفوتهم. نفوتهم يربوا بنتهم كيف ما هم عايزين. هيقتلوها هيقتلوها يا ابوي. نسمة ما تستحقش القتل يا ابوي. انا بصراحه بحبها، بحبها من واحنا صغيرين. ايوه 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 ايوه، عشان كده كنت بتحرضني في المجلس ان اطلبها لك وتقول لي اني بورط ابوها. اتريك بتورطني انا؟ وفيها ايه يا عمي؟ فيها ايه لما تجوزوها لي؟ بعد اللي حصل ده مش ممكن تتجوزها. حسان لو وافق يتجوزها لك يبقى بيعترف على بنته انها خاطيه، ودي حلها القتل مش الجواز. يعني كده كده لازم يقتلوها؟ ولما يقتلوها مش هيدوروا على اللي غواها عشان يقتلوها؟ يبقى اكرم لي ان انا موت وانا فايت سمعتها نظيفه. انا هروح لحسان اقول له البت اللي مطصون الشرفها تستاهل اللي اجرالها، والراجل معلش يلوم. لا يا عمي لا يا عمي، كده كده يقتلوها. احب على قدك يا عمي، احب على قدك، بلاش. وقف يا دياب وقف، كلامك دي مش هيحل المشكله، مش هيحل المشكلة. أنا لقيت الحل اللي يريح الكل. أنا هروح لهم بنفسي وأعزمهم على فرح حمام. فرح مين؟ الأسبوع ده هجوزك جميلة بنت عمك سعدون. والحياة بقى من الميت. أنا كبير العيلة وشفت كده. بتساعدون الله يرحمه ما فيهوش راجل، وبته ومرته محتاجين لراجل وسطيهم بس بالحلال، يوفر لهم الجود والأمان. عشان كده هجوزك جميلة وفك الحداد. يا سلام يا ولد أبوي على مخك الكبير. بكده عاد هم مالهمش عين يتهمونا ونبقى نفينا الحديث الماسخ ده عنك. بقول لك ايه، واذا سالوك يعني عن وقفتك معاها في الغيب قول لهم كنت بسالها على اخوها مناع اذا كان موجود ولا لا. ليه؟ ليه؟ عشان اعزمه على فرحي. ويتفضل مشكل. يا بوي بالبساطه دي؟ ماشي، عشان سمعتها انا هوافق، بس بشرط تتأجل دخلتي لغاية ما اطمن على نسمة، مشان اتجوز وهي تتقتل. معناته ايه الكلام ده يا بنداري؟ معناته واضح لكل اللي يفهم في الناجم، مفيش حاجة وحشة بين ولدي وبنتك لا سمح الله. لا دي كلام حرير موكيد نسى، وحضورك فرح والدي هيقطع كل لسان. ده ايه الحديث الماسخ ده؟ فوق يا بنداري فوق. يعني ولدك يشاغل بيتنا ويسوق سمعتها وعايزنا بعد كده نطرمخ على الموضوع؟ لا والاكاده،
جاي بكل بجاحة عايزنا نحضر جوازته. ده ده بطل الحمقة دي يا ناجي. بلاها بلاش. أنا زي ما قلت عيلين صغيرين متربيهم مع بعضيهم وبتحدتوا مع بعضيهم، ما فيش سؤنية لا سمح الله. أنا لما شفت الاسم في الأرض قلت أسألها على مناع صفر ولا لسه، كنت عايز أمسك فيه يحضر فرحي. ما هو صاحبي أنتوا كلكم عارفين. وبعدين موضوع جواز همام من جميلة ده موضوع قديم ومعروف قبل الكلام العفش ده ما يتقال. احنا حدانا ولا يا حسان ولا قاعدين من غير راجل بيت واد عمي سعدون الله يرحمه الله يرحمه، عشان كده انا غدرت بجوازه من جميلة. ويرضي ربنا ان ولدكم يتجوز الايام دي والدنيا مولعة. الكلام على بيتي على كل لسان، اللي كلامه عن بيتك بالباطل احنا نجيبهم وسط النجا ونقطع لسانهم ونفض السيرة دي. لا يا بن داري، نقطع لسانهم بقعدة عرب ونجيبهم يشهدوا باللي شافوه واللي سمعوه، والحكم اللي حيطلع يتنفذ حتى لو كان بقتل بيتي وولدك. لا لا يا حسن، المحكمة دي ما تلزمنيش، أنا ما ضيعش دم ولدي قصاد دم بنتك. مش ولدكم اللي طلعت منه العيبة وتعدى الأصول؟ يا عم ناجي أنا قدامكم أهو مستعد أقول قدام كل الناس إني نسمع كيف أختي زينة وإنها أشرف بالشرف. صدقني حسان، حضورك فرح ولدي هو الحل ونخلص من موالي العفش ده. مبارك يا همام، بس يا خسارة مش هقدر أحضر فرحك، عندنا أحداد. لا يا عم حسان، حرام عليكم تقتلوا نسمة. نسمة ما تستحقش القتل، اقتلونا أنا لو عايزين، لكن نسمة نسمة شريفة وأحلف على كده بكتاب الله. لا يلزمناش حلفانك ده. نزل سلاحك يا ناجي، بالمهما كان ضيوفنا. أنا عارف نيتك يا حسان، لكن قسما بالله لو شعرت بست من ولدي لولع في النجع كله. يلا يا همام يلا يلا.